بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله مساء الأحبة المحترمين في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى موعد كروي كبير الليلة في الأليانس، هنالك في ميونخ بين العملاقين بايرن ميونخ وفريق برشلونة. مواجهة مرتقبة من قبل الكثير من عشاق الكرة، ليس فقط في برشلونة ولا في كيميش. رائعة والتغطية من هنالك، هنالك كرة صعبة ليفا، خطيرة 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 خطيرة. والدفاع لا 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 لا، ليس بيدري من ضيع، بل مانويل نوير هو الذي انقذها. دبل 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 صاني والجول، صاني والجول، التسديدة والدفاع ليفان. فينيا مازال يبحث عن ليفا، رافينيا ليفا، دمبلي مازال يلعب لليفا، ليفا التسديدة والدفاع، وخطيرة ليفا ليفا. الفونسو ديفيس، ماني ماني، اوه رجعت لكافي، لولو على جهة اليمنى، كرة خطيرة ميلر، بدري هاي كرة صعبة، بدري بابا خطيرة، جول ليفاندوفسكي، يضيع فرصة جول، أول كرة لليفاندوفسكي. يا سلام عليك يا جافي، مررها جافي، استلم والتوزيع على القائمة الثاني ليفا، لولو لولو، مازال الخطورة مرة ثانية، ليفاندوفسكي يبدع ومانويل كذلك. الدراوي يدخل باليمنى وباليسرى، يوزع كرة أمام كوندي، هاي صعبة هاي صعبة، ساديو ليفاندوفسكي لرافينيا، تزيد من أروع ما يكون هذه اللعبة الثنائية، رافينيا وليفا، ليفا رافينيا، رافينيا يسدد بروعة على يسار الحارس، اختار الزاوية لكرة جمال ومزراوي، مزراوي خطيرة الكرة، اللعبة داخل منطقة العمليات، ليفا خطيرة، تزيد ساني، مازال ساني خطيرة، تزيد لولو سابيتر. هذه أول أخطر فرصة صريحة وسانحة لعناصر البايرن منذ 30 دقيقة لعب. هاي اللعبة من ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، وضعت كون ساديو ماني، حاول يمر ثلاث لاعبين أمامه، ساديو ساديو، من رافينيا عنده الكرة الآن، يبعث عن يا 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 تسرعت موزي العرضية، با 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 با، مازال بيدري خطيرة خطيرة خطيرة، يا يا وصانع عرضية جمال، ضيعت ساني ساني، راحت لي يصفر نهاية الشوط، صفر لصفر. رافينيا رافينيا، با 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 با، رائعة رافينيا، كاد يفعلها، استلام رائع وتسديد أروع. مرة ثانية، تسديدة ثانية، التغطية الدفاعية رائعة من كوندي، تفوق على ساديو، التسديدة، رافينيا 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 رافينيا، عرضية ديمبلي، حارس المرمى كيميش ينفذ الركنية، جول كيميش، ينفذ الركنية وجول، لوكاس هرنانديز يفاجئ البارسا ويسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة. خطأ فادع على مستوى دفاع برشلونة، خطأ ممنوع أنه يرتكب بهكذا الشكل في هكذا مباراة مع فريق من حجم برشلونة. النورة خطيرة خطيرة خطيرة، بابا بابا جول ثانيا في ظرف ثلاث دقائق. لاعبو برشلونة أكيد يتذكرون تلك الواقعة في هذه اللحظات، هدفان مقابل سبع. اليمنى رافينيا والتوزيعة بعيدة كثير وسهلة هذه الكرة لساديو ماني، ماني ماني، مرفوعة من كيميش، القائمة الأول الرأسية مرة ثانية، كيميش كيميش كيميش، وتشتيغن لوروا لوروا صانيت، رايتسكا صارت الفراغات موجودة، غوريتسكا والدفاع، موسيالا موسيالا موسيالا، لا يا بدري، لا 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 لا، لعبة من أروع ما يكون، الثنائية البينية، بيدري خرج وحده، هل ضربت في القائمة أم لا؟ شوف المراوغة، الرصو رقبها، يوزعها الرصية ولكن بعيد، دخل ديونغ، ديونغ ممتازة، ليفاندوفسكي من عند ديونغ، ليفاندوفسكي من عند ديونغ، لم يتمكن من التسجيل. زميل
مثل غوريتسكا 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 التسديدة والدفاع خطيرة الكرة خطيرة خطيرة التسديدة من ميلر هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة بيدري ليفاندوفسكي توريس 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 ولي مخالفة من ماركوس ليفا رجعت ممتازة لبيدري Nous allons suivre aujourd'hui le Bayern Munich affronte le FC Barcelone. Il va falloir aller à l'essentiel, essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour sortir de ces phases de groupe avec un plein de confiance. La frappe, oh, la bonne détente de Neuer. L'ouverture du score, l'ouverture du score, alors qu'on sortait à peine du round d'observation. On va voir ça pour le plaisir, avec le centre de pas, ensuite le buteur qui profite, le défenseur trop passif. Peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Oh le but! Oh le FC Barcelone qui égalise! On voit ce but qui arrive pratiquement dans la foulée du précédent. Serge Gnabry. Müller. Stegen, qui n'a pas capté le ballon. Oh le but! Oh, il mène à la marque maintenant. C'est pas très bien joué de la part du gardien là, qui remet le ballon. Il le capte pas bien. Et derrière la sortie. Il a vu son partenaire bien joué. Peut-être l'égalisation. Et le but. Oh, est-ce que quelqu'un a vu le gardien sur cette action? Le ralenti de ce but, relativement facile, bien sûr, puisqu'il n'y avait plus personne dans les buts. Attention de prendre l'avantage. Ah, il est tardif ce but et il est d'autant plus important. Les dernières minutes du match vont être passionnantes, vraiment. On voit le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Fête sera consumée. Retrait pour un coéquipier. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ah, c'est terminé. Et les supporters du Barça qui ne s'attendaient sûrement pas à voir leur équipe trébucher d'entrée de jeu dans cette Champions League. Et c'est pourtant la réalité. Les Blaugrana qui sont battus. On va pas dramatiser. Il n'y a qu'un départ manqué.